يسعد صباحكم مرة تانية. بما اننا في اول الاسبوع عايزين نطمنكم كده على اسعار الخضار والفاكهة في الاسواق، نروح لزميلتنا جرمين ابراهيم من سوق سليمان جوهر في الدقي نطمن على الدنيا. صباح الخير جرمين، وطمنينا كده وقول لنا جولة كده في سوق الخضار والفاكهة، اخبار الاسعار ايه؟ صباح الخير اسماء، وصباح الخير محمد. زي ما تعودنا كل اسبوع بنكون موجودين معاكم في سوق من الاسواق المصريه عشان نتعرف على اسواق على اسعار الخضار والفاكهه. النهارده احنا موجودين في سوق في منطقه الدقي، ومعانا يعني عم رجب علشان يعرفنا على الاسعار الخضار والفاكهه في اول الاسبوع. صباح الخير يا عم رجب، برحب بيك. لو تقول لنا النهارده اسعار الخضار الاول، لو ابتدينا بالخضار عامله ايه اسعار الخضار النهارده؟ الخضار في متناول الجميع لان الجو بقى كان حر الاول وكان مأثر على الخضار. دلوقتي الخضار الجو بقى حلو وانتاج اصبح بيزيد دلوقتي. فالنهارده الطماطم ب 6 جنيه، في المستوية بتاع الطبيق ب 3 جنيه، خيار ب 6، بصل 5، بطاطس تحمير 6 جنيه، ملوخية 5 جنيه، في كرنب المحشي الواحدة ب 10 جنيه، والقرنبيط لسه بشار طالع ب 10، في قلقاس جديد لسه طالع برضو الكيلو ب 10 جنيه، في البامية منها مروحة دلوقتي ب 15 جنيه، في الفاصوليا نزلت بعد ما كانت ب 30 جنيه النهارده ب 15 وب 12، في الكابوتشا الواحده ب 5 جنيه، وفي الخس البلدي ب 2 جنيه، في توم مستورد الشبكه ب 10 جنيه، وتوم بلدي اللي هو مصري الكيلو ب 20 جنيه. ده بالنسبه للبطاطا 5 جنيه، الليمون 10 جنيه، والزيتون 15. ده بالنسبة لأسعار الخضار. لو اتنقلنا بقى أسعار الفاكهة عاملة ايه؟ بالنسبة للفاكهة كويسة برضو، لأن في جوافة نزلت حلوة قوي ب 7 جنيه، في الموز البلدي من 10 جنيه ل 12 جنيه، في الرمان ب 6 جنيه، في البلح الزغلول ب 8 جنيه، والبلح الرملي اللي هو المستوي الكيلو ب 10 جنيه، في التفاح طبعا المستورد اللي هو التفاح الاصفر والاحمر الكيلو ب 20 جنيه، في الكمثرى ب 15. ده بالنسبه لاسعار الفاكهه. دلوقتي احنا في فتره تغيير مواسم بين موسم وموسم، فده هل بيبقى ليه تاثير على اسعار الخضار والفاكهه او على جوده اي يعني من الخضار او الفاكهه؟ هو الفاصل بالنسبه هو الخضار الشتوي نزل وكده الاسعار استقرت، بل الاسعار لما هتعدي اسبوع او 10 ايام هتبص تلاقي السبانخ نزلت، البسله نزلت، برضو القلقاس شتوي والفاصوليا طبعا شتوي نزلت. فكل الاسعار اللي موجوده دلوقتي هتبتدي تنزل مش هتبتدي تزيد، عشان الجو حلو والاول كان فيه حراره في الجو والجو كان اصلا مأثر على الخضار. كانت الخضار لما كان بيجي من اسماعيليه او من المنصوره او من اي حته بتبص تلاقي حضرتك بيبقى فيه هالك كتير عشان الخضار ما بيجيش في تلاجات، فكان بيبقى فيه هالك في الحر. انما الوقت الحمد لله الجو بقى كويس وفي متناول الجميع، فعشان كده الوقت بالنسبه للقفاص او بالنسبه للشوله ما بيبقاش فيها حاجه طالعه هالك، موجوده ان الاسعار هتقل هتقل باذن الله. طيب ده دلوقتي يعتبر موسم ايه؟ يعني لو قلنا للمشاهدين ده موسم فاكهه كذا او خضار كذا، فده احسن وقت ممكن تشتروا فيه الفاكهه او الخضار ده؟ بالنسبه للفاكهه الموز البلدي والجوافه والرمان ده حضرتك فاكهه شتوي. بالنسبه للخضار القلقاس والفاصوليا والسبانخ والبسله هي لسه ده الشتوي، ده الخضار الشتوي. انما كل الخضار بقى الوقت عادي اللي موجود الشتوي، قلقاس وسبانخ وفاصوليا وبسله ده شتوي. بالنسبه للفاكهه الموز والجوافه والرمان ده شتوي. بشكرك جدا يا عم رجب، وصباحك صباح سعيد. يعني اسماء ومحمد دي كانت جولتنا في سوق الخضار هنا في منطقه الدقي، وتعرفنا بيه على اسعار الخضار والفاكهه، واطمنا انه الاسعار كمان هتنزل الفتره الجايه. ارجع لكم مره ثانيه في الاستوديو. شكرا يا جرمين، وصباحنا على عم رجب. واحنا كده طمنا على اسعار الخضار والفاكهه. عم رجب طمنا قال ان الجو بقى احسن، الاسعار بقت الطف، عندنا القرنبيط والقلقاس والسبانخ والجوافه والموز والرمان، دي الحاجات الشتويه صحيح. والاسعار بتنزل. خدتي بالك من التعبيرات الجميله؟ احنا عندنا تعبيرات مصريه حلوه قوي، بيقول لك الباميه مروحه، خلاص يعني الباميه خلاص بقت مروحه عشان كده بقى سعرها غالي، فبقت ب 15 جنيه. ففي حاجات كده احنا مش عايزينها تروح بينه وبين، يعني المانجا مثلا مش عايزها تروح. لا مش عايزينها تروح، المانجا تكمل معانا طول السنه. فزي ما احنا شفنا دلوقتي من سليمان جوهر اسعار كده الخضار والفاكهه.